نعم وهدى، لاحت نجوم متقدة، نور لم يطفأ أبدا، للناس رشادا وهدى، من بين غمام وهدى، لاحت نجوم متقدة، نور لم يطفأ أبدا، للناس رشادا وهدى، عالم لا ننساهم، إرث خلد ذكراهم، بشرى طوبى للساعد أعلام لا ننساهم إرث خلد ذكراهم بشرى طوبى للساعد إن سار على من شاهم ضحوا من أجل العلم أضحوا رمزا للعزم لا لا تفتر همتهم حتى وصلوا للقدم من مشى درب المعالي لن يباري بالسعاد والعزائم كالجبال دونها صار السحاب بين غمام وهدى لاحت نجوم متقدة نور لم يطفأ أبدا للناس رشادا وهدى أفكر في بناء سد على نهر النيل يمنع ماء الفيضان من التدفق ويتحكم في مرور الماء بالقدر الكافي لما يحتاجه الناس ويختزن الفائض بحيث يمكن إعادة استخدامه في وقت لاحق حين يقل فيه التدفق القادم من منابع النيل في موسم الجفاف وبذلك ينتظم جريان المياه بما يكفل الاستفادة منها في كل أوقات العام وبذلك يعم النفع على البلاد وتنتظم الزراعة ويأمن الناس مخاطر الفيضان إن هذا حقاً لأمر عظيم يا سيدي لما لا تسعى لتحقيقه؟ وذا عصيت بن الهيثم وحديثه عن نهر النيل وذلك المشروع الذي يريد أن يسيطر به على الفيضان وينقذ مصر حتى وصل الخبر للحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي حاكم مصر في ذلك الوقت فلتأتني بهذا الرجل الحسن بن الهيثم بأقصى سرعة أريده هنا في مصر سيد ابن الهيثم سيد ابن الهيثم ما بك يا إبراهيم؟ لماذا تبدو قلقاً هكذا؟ جنود الخليفة الحاكم بأمر الله ينتشرون في المدينة وماذا يعنينا نحن من أمر جنود الخليفة؟ إنهم يبحثون عنك يا سيدي يقولون إن هناك رسولاً قادم لك من الخليفة الحاكم بأمر الله الحاكم بأمر الله؟ وما الذي يريده مني ليرسل لي رسولاً؟ لا أعرف يا سيدي نسأل الله أن يكون خيراً من بالباب؟ أنا رسول الخليفة الحاكم بأمر الله لأصحبك إلى مصر للقائه عساه خيراً السلام على الخليفة الحاكم بأمر الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أنت إذن الحسن بن الهيثم نعم يا مولاي الخليفة بلغني أنك تريد لقائي وها أنا بين يديك سمعت عنك الكثير ألم تدعي أنك تستطيع إنقاذ مصر بعلمك؟ تقصد ما قلته بشأن نهر النيل؟ نعم أخبرني ما الذي تستطيع فعله لتسيطر على الفيضان؟ أفكر في بناء سد على نهر النيل يا مولاي يمنع ماء الفيضان من التدفق ويحفظه في بحيرة ليستفاد منه بانتظام طوال العام وأين تبني ذلك السد؟ وكيف؟ في جنوب مصر قرب بلاد النوبة يا مولاي أما كيف؟ فهذا ممكن بالاستعانة بعلم الهندسة والذي درسته وأتقنته بفضل الله وهل يمكن لذلك السد أن يتحمل هذا الكم الهائل من الماء الذي يفيض سنوياً؟ قبل البناء سأقوم بحساب كمية الماء القادمة وأحسب أحمالها وأدرس أيضاً مواصفات المكان وطبيعة التربة وكذلك مواد البناء المتوفرة وقدرتها على المقاومة وتحمل ضغط الماء اطمئن يا مولاي لن أنفذ شيئاً قبل أن أصبح على يقين من نجاح البناء تبدو واثقاً مما تقول يا ابن الهيثم مستعيناً بالله يا مولاي أقوم بدراساتي وعملي بكل دقة وأتبع المنهج العلمي في كل خطوة أخطوها فلنرى إذن سأوفر لك كل ما تحتاج لتشرع في الدراسة وسأصدر أمراً بفتح الأبواب لك
لتحصل على كل ما تريد كي تتم هذا المشروع على أكمل وجه. سأكون عند حسن ظنك بإذن الله يا مولاي، وليوفقني الله لما فيه خير. وتوجه ابن الهيثم إلى جنوب مصر نحو أسوان ليقوم بأبحاثه على النيل وقياس منسوب المياه وكيفية التحكم في قوة الفيضان، حتى يتمكن من وضع التصور الهندسي لبناء السد الذي تحدث عنه. ومكث ابن الهيثم شهوراً قرب موقع السد الذي اختاره، يدرس طبيعة المكان ويقوم بأبحاثه وقياساته، يطبق كل ما قرأ ودرس على أرض الواقع. وهل تمكن ابن الهيثم من إتمام دراسته والبدء في البناء؟ انتهى من دراسته بالفعل، ولكن لم تكن النتيجة مرضية. ماذا؟ أيعقل أن يتوقف المشروع بعد كل ذلك العمل الشاق في البحث والدراسة؟ هذه هي نتيجة الأبحاث التي قام بها، فقد وجد أن السد لن يتحمل ضغط الماء الهائل، وسوف ينهار مع أول فيضان للنيل. إنه أمر محزن، لابد أن هذه النهاية كانت صادمة ومحبطة لابن الهيثم. نعم، لكن منهجه العلمي في التفكير جعله يتقبل نتائج البحث ويعترف بقصور الفكرة، ويدرك أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتم تنفيذ المشروع بشكل صحيح. يا سيدي، هذا المشروع إن لم ينفذ سيكلفنا الكثير. لن يتركك الخليفة بعد كل هذه المزايا التي اختصك بها وكل الإمكانيات التي وضعها تحت تصرفك. وماذا تريدني أن أفعل؟ أن أبني سداً ينهار بعد أشهر؟ إنه علم ونتائج لا أمنيات يا إبراهيم. ولكنه سيغضب بشدة إن أخبرته عكس ما تمنى. إن ضميري والأمانة العلمية يحتمان علي أن أصارحه بالحقيقة مهما كلفني الأمر. وأبلغ ابن الهيثم الخليفة الحاكم بحقيقة الأمر، إلا أنه لم يكن يتوقع ردة فعله أبداً. ما هذا الهراء؟ أتهذي يا ابن الهيثم؟ هل أنت واعٍ لما تقول؟ أتعرف كم كلفني هذا الأمر الذي قلت سابقاً إنك واثق من تنفيذه؟ إن العلم يا سيدي خاضع للتجربة، وقد أثبتت الأبحاث أن هذا المشروع يحتاج للمزيد من الوقت والدراسة والإعداد الجيد. أنا لا أفهم ما تقول يا رجل. إن كان موقع البناء به خلل ما فلتبحث عن موقع آخر. الموقع صحيح يا مولاي، ولكن المعدات ومواد البناء المتوفرة لن تصمد أمام قوة الماء الهادر. أيها الحراس، عليكم بهذا الرجل ليلزم بيته ولا يخرج منه أبدا حتى أنظر في أمره. يا لها من محنة كبرى وقع بها ابن الهيثم. بالفعل يا فارس، فقد كان غضب الخليفة شديداً. وماذا حل بابن الهيثم بعد أن سجن في بيته؟ لم يبت الخليفة في أمره سريعاً، ولم يبد نية لإيذائه، غير أن ابن الهيثم كان يعرف أنه متقلب المزاج وقد يصدر أمراً بقتله، مما جعله يلجأ إلى حيلة للنجاة من بطش الحاكم بأمر الله. وما هي تلك الحيلة يا جدي؟ ادعى الجنون، فلربما يخرجه هذا من المأزق الذي بات فيه. وهل صدق الخليفة ذلك؟ على ما يبدو، فقد اكتفى بالإقامة الجبرية ورفض السماح له بالعودة إلى موطنه بغداد، وعين حرساً على بيته حتى لا يغادره. ما الذي فعلته يا ابن الهيثم بنفسك؟ ما الذي آل إليه مصيرك؟ يا رب نجني من هذا البلاء. وظل ابن الهيثم في إقامته الجبرية لا يقوى على المغادرة أبداً. أيعقل أن يكون هذا هو مصير العالم الكبير ابن الهيثم؟ هل كانت نهايته سجيناً في بيته؟ لا تتعجل النهاية، فابن الهيثم حياته مليئة بالأحداث، وكل ما حدث حتى الآن لم يكن إلى حجر عثرة في طريقه الحافل بالإنجازات والعطاء. وهل هناك ما هو أكثر من ذلك يا جدي؟ سأخبرك بكل شيء يا فارس.